صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا هند، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا. ان شاء الله يا رب يوم كله خير وسعاده، كله طاقه ايجابيه لكل اللي بيشوفونا وبيتابعونا، ودايما نلقي الضوء على كل شيء جميل في بلدنا. يا رب دايما مصر محروسه وكلها امن وامان، وقادرين ان احنا نتخطى كل التحديات وكل الصعوبات اللي بتواجهنا، لاننا بالفعل نستحق نكون في مكانه افضل. وده بنناقشه دايما مع حضراتكم من خلال مصر جميله، وهنشوفه ونتابعه النهارده من خلال فقراتنا. عندنا ايه هنا النهارده؟ عندنا موضوع مهم جدا، وهو حروب الجيل الرابع. الحقيقه اللي بيتابع الساحه الاعلاميه في الفتره الحاليه يلاقي انه في الكثير من الاشاعات والاكاذيب، سواء من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي او من خلال بعض القنوات الفضائيه طبعا المعاديه لمصر. فبالتالي لازم احنا يبقى عندنا وعي ازاي نقدر نميز الصح من الخطأ، ازاي نقدر ان احنا يبقى عندنا قدرة على اختيار المعلومة اللي احنا نقدر ان احنا نتفاعل معها. المواطن دوره ايه في هذه المرحلة الحرجة؟ لانه طبعا زي ما احنا عارفين وشايفين ان مصر متعرضة لتحديات كثيرة في هذه الفترة. احنا علينا نعمل ايه؟ تفاصيل كتيرة هنعرفها مع حضراتكم من خلال لقائنا مع ضيفنا النهاردة دكتور عبد القادر الهواري، كاتب وباحث سياسي، ونتكلم على حروب وطبيعة حروب الجيل الرابع. صحيح، الحروب النهارده ما بقتش حروب تقليديه، لكن حروب عن طريق الفكر، عن طريق الثقافه، عن طريق التطور التكنولوجي اللي بنعيشه وبنشوفه في كل المجالات، وطبعا من اشهرها مواقع التواصل الاجتماعي، وكلنا شايفين ده وعايشينه في الفتره الحاليه. لكن ان شاء الله نقدر ان احنا نتصدى ليه بوعي وبثقافه كبيره جدا، مش بس بالتكنولوجيا الحديثه، لكن بالقوى الناعمه اللي موجوده عندنا واللي ليها دايما دور كبير جدا في ارسال رسائل معينة للمواطن المصري وتحفيزه ووعيه بشتى الأمور. أعتقد أن الفن بيكون ليه رسالة سامية جدا في هذا الإطار. الفن والأداب ومختلف الثقافات بيكون ليها دور كبير جدا في مواجهة هذه الحروب بشكل واعي وبشكل قادر على التصدي لها. وده هيكون برضو من خلال فقراتنا النهاردة، إذا نشوف الفن والإبداع ليهم دور في مواجهة هذه الآفات اللي بتعيشها العديد من المجتمعات، لكن اللي يهمنا احنا هنا المجتمع المصري وكيفية التصدي لهذه النوعية من التحديات اللي بتواجهنا. وهيكون ضيفنا في هذه الفقرة الكاتب الصحفي الأستاذ حسين عمر للحديث حول هذا الموضوع. نشوف الفقرات مع حضراتكم، ناخد فاصل ونرجع على طول عشان نبدأ أول لقاء. الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.